تواجه كامالا هاريس خياراً معقداً في اختيار نائب لها بعدما قابلت ثلاثة مرشحين بارزين في مقر إقامتها في واشنطن، وهي مضطرة لاتخاذ هذا القرار سريعاً جداً، في حين أن مثل هذا الاختيار يستمر في الحالات العادية عدة أشهر. لائحة مختصرة تتضمن جميع الرجال البيض الذين لديهم سجل في الفوز بأصوات الناخبين الريفيين أو البيض أو المستقلين، هم تيم وولز، مارك كيلي وجوش شابيرو. ومن المتوقع أن تعلن هاريس اسم من اختارته نائبا للرئيس في الأيام الأولى من الأسبوع. وذكر مسؤولون مطلعون على الترتيبات أن حملة هاريس تخطط للإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليظهر فيها الاثنان معا. هذا وأطلقت حملة نائبة الرئيس بايدن برنامج جمهوريون مع هاريس، حيث تتطلع المرشحة الديمقراطية لاجتذاب أصوات الناخبين الجمهوريين الذين لا يحبذون ترشيح دونالد ترامب. والبرنامج سيكون عبارة عن حملة داخل حملة باستخدام جمهوريين معروفين لتنشيط شبكاتهم، ويبدأ البرنامج بنشاطات هذا الأسبوع تزور فيها هاريس ولايات جنوبية متنوعة عرقياً، حيث ستسعى لإعادة استقطاب الناخبين السود وذوي الأصول اللاتينية الذين يبتعدون عن الحزب الديمقراطي. وتستفيد نائبة الرئيس خصوصاً من دعم كبير لدى النساء والناخبين السود الذين يقول عدد أكبر منهم إنهم يعتزمون التصويت باكراً مقارنة بعددهم في تموز. وأدى دخول كامالا هاريس السباق إلى إعادة خلط الأوراق عبر تضييق الفارق بينها وبين ترامب، إذ أظهر استطلاع جديد للرأي نشرته CBS إن 50% من الناخبين قالوا إنهم يريدون التصويت لهاريس مقارنة ب 49% لدونالد ترامب. ورغم أنه تقدم طفيف جدا، فإن الرئيس جو بايدن لم يقترب منه أبداً.